اهلا بيكم يا شباب، وفيديو جديد معانا على قناتنا قناة اونيو. هنشوف فيها مع بعض اول مايك انا جبته عندي للقناة عشان اصور بيه واوصل لجودة صوت كويسة، وهو مايك بويا بي واي ام 1. اضغط على سبسكرايب او اشتراك، واضغط على زر الجرس لتفعيله ليصلك اشعار بكل جديد، ولا تنسى دعمنا بلايك او باعجاب. طبعا المايك انا طلبته من على النت لان هو مش متوفر في السوق، او بمعنى اصح المحلات اللي موجوده يعني بتجيب الحاجات اللي شغاله معاه، الحاجات اللي بتنطلب كتير زي المايكات العاديه والحاجات اللي بيستخدموها في الافراح، حاجات زي كده. لكن مايك احترافي يديك جوده صوت تقدر تستخدمه وتعتمد عليه في اليوتيوب وفي التسجيل، وفي جودة صوت عالي يظبط معاك الفيديو، ده مش هتلاقيه غير لما تطلبه من على النت. بس المهم لما تيجي تطلبه اطلبه من مكان معتمد، من مكان تقدر تجيب منه النسخة الأصلية بتاعته، ما يبقاش تقليد، عشان تلاقي منها جودة صوت كويس، تلاقي منها ماتيريال كويس مصنوع منه المايك ده أو أي جهاز صوت هتجيبه أو أي كاميرا اي جزء اضاءة. طبعا ده كله هنستعرضه في الفيديوهات اللي جاية. طبعا ده المايك طبعا اهوت جاي في الشحن زي ما انتم شايفين، انا فتحته عشان خاطر اشوفه، اشيك عليه، اتأكد ان هو ده المنتج اللي انا اتفقت عليه. يا جماعة انا جبت المايك دوت يعني من على النت، من على مكان اسمه دار كرم، يعني ما كنتش اتخيل ان انا الاقي فيه المنتج الاصلي اللي انا محتاجه، بس يعني لقيت ما عنده المنتج الاصلي ومكان محترم جدا وكويس، وانا اتكلمت معاهم الاول واتصلت بيهم وسألتهم ان ده المنتج الاصلي ولا لا، وقال لي هو ده المنتج الاصلي، ولو ما لقيتهوش ده المنتج اللي احنا اتفقنا معاك عليه تقدر ان انت ترجعه في اي وقت، تتصل بينا وترجعه. دوت بيجي في العلبة دي زي ما انتم شايفين. طبعا عشان اللي مش عارف البويا الاصلي كلهم بيبقى مكتوب عليهم بي واي بويا بي واي ام 1، لكن المهم المنتج الاصلي. المنتج الاصلي بيبقى عليه العلامة المائية دي زي ما انتم شايفين، والعلامة المائية دي بتتخدش، بتخدشها كده وعشان خاطر تشوف السيريال بتاع المايك بتاعك. بتتأكد ازاي من السيريال دوت؟ طبعا انا اتأكدت منه، هيطلع قدامكم دلوقتي فيديو شرح ازاي انا قدرت اتاكد ان المايك ده المايك الاصلي. حاجه تانيه تقدر تتاكد بيها تشوف المنتج ده الاصلي ولا لا، المنتج اللي متقلد في الوش بتاع العلبه كلمه بي واي ام 1 اللي هو الموديل بتاع المايك بتبقى بالاسود، الاسود ده بيبقى في الوش هنا وما بيبقاش فيها العلامه المائيه دي. لقيت العلامه المائيه دي ولقيت بي واي ام 1 على الشريط الازرق هنا في الوش، يبقى تعرف مبدئيا ده المنتج الاصلي. بتخدش وبتطبيق باركود هوريه لكم دلوقتي وانا بجرب اشوف المنتج ده الاصلي ولا لا، بتاخد لقطه بالكاميرا بتطبيق الباركود، بيقول لك المنشا بتاع الجهاز ده ايه، والشركه اللي مصنعاه ايه، وكمان تقدر من خلاله تخش على موقع الشركه وبيديك رد يقول لك ده المنتج الاصلي ولا لا. نفتح معاكم العلبة، انا طبعا ما فتحتهاش قبل كده، بفتحها معاكم اول مرة، بس انا فتحت اتأكد بس من برة ان هو ده المايك اللي انا طلبته.
طبعا المايك العلبة زي ما انتم شايفين بيجي طبعا معاه زي اي منتج بيجي كتالوج بتاعه وطريقة الاستخدام والكلام ده. المايك بيجي في جراب جلد محترم شكله شيك وشكله كويس، شكله خامته جلد كويسة. طبعا التقليد بيبقى خامة الجراب يعني رديئة الى حد ما. ده المايك طبعا، دي حاجات عشان خاطر التخزين. دي الوصلات بتاعتنا اللي هنستخدمها. ده المخرج الكبير اللي بقدر اركبه من خلاله على الكاميرا. البطارية بتاعته طبعا هنشرح مع بعض. البطارية دي هنركبها لما نكون محتاجين نصور بالكاميرا، لكن لو مش هنصور بالكاميرا وهنصور بالاندرويد مش بنحتاجها، هو بيشتغل اوتوماتيك على الاندرويد على طول من غير ما نوصل له بطارية. ده المشبك بتاعه، بنحط المايك هنا والمشبك بيكون هنا عشان نعلقه في الهدوم. دي السفنجة اللي بتيجي مع اي مايك اللي هي بتمنع التشويش وبتمنع الضوضاء، يعني بتبقى كويسة في الصوت. طبعا زي ما انتم شايفين عشان ده المايك الاصلي باين على خامة السلك ان هو الاصلي، بيجي زي ما قالولنا بالظبط في الشرح ان هو بيجي معاه سلك 6 متر. ده المايك يا جماعة شايفين صغير ازاي. دي وصلة السلك اللي واصلة من المايك للكونفرتر بتاعته. الناس اللي مش عارفة بقى الحجر بيتركب ازاي، بنفك دي كده باين من خامة المايك ان هو يعني خامة معدنية جميلة هتبقى عملية معانا. الحجر بيتركب هنا، بيبقى شارح قدامي الموجب هنا والسالب هنا، يعني الموجب بيبقى في الطرف ده والسالب هنا، ولما نطلع البطارية بنلاقي البطارية نفسها مكتوب عليها ان الموجب هنا في الجنب الممسوح ده والسالب بيبقى دوت. لما نيجي نصور بالكاميرا بنركب البطارية. طب انا دلوقتي هستخدم الاندرويد، يبقى انا بيقول لي هنا كاميرا كده والسمارت فون كده زي ما انتم شايفين. نيجي بقى نركب المشبك. المشبك بيتركب كده عشان نركبه في الهدوم. ودي الاسفنجة بتاعتنا عشان الضوضاء والتشويش وبتخلي لنا الصوت نقي وجميل. بس وبنشبك ده كده وبنوصل ده بالموبايل اندرويد بتاعنا. وهقول لكم ازاي لان هو بيحتاج في بعض الموبايلات ما بتدعمش ان المايك ده يشتغل معاها مباشر. في تطبيق بننزله عشان الموبايل يسجل معانا من المايك على طول مباشر.